عمال المناجم في إسبانيا يواصلون إضرابهم احتجاجا على قرار وزارة الصناعة والطاقة والسياحة اقتطاع 63% من المساعدات المالية لقطاع الفحم في البلاد. الإضراب المفتوح الذي دعت إليه أكبر نقابة في البلاد سرعان ما تحول إلى أعمال شغب واشتباكات بين عمال المناجم وعناصر الشرطة في إقليم إستوريا شمال البلاد. وشهدت عدة مناطق في قشتلة والأندلس مواجهات عنيفة اضطرت معها قوات مكافحة الشغب للرد بالرصاص المطاطي في محاولة لردع المحتجين. وفي غياب المفاوضات بين الطرفين يعتزم العمال مواصلة الاعتصام ما لم تعمد حكومة ماريانو راخوي زيادة المخصصات المالية لقطاع الفحم في إسبانيا، كما هددوا بتصاعد أعمال الشغب في انتظار اتخاذ الحكومة قرارات إيجابية بهذا الشأن.